أنا اسمي عثمان محمد صالح، والمجال بتاعي هو الاي تي، كمبيوتر ساينس، البرمجة وكده. والشغل ده كله جديد علي. أنا من بدري هاوي بتاع حيوانات وكده، من ما نحن صغار ربينا كل الأنواع بتاعت الحيوانات، من الطيور، السمك، الكلاب. فالموضوع ده بعد بدا كان يعني بيرسون، شخصي بالنسبة لي. يعني أشوف حيوانات كده مدفونة في حتة صغيرة وضيقة وسخانة وما مهتم بها، يعني الموضوع كان بيرسونال بالنسبة لي وللتيم اللي كان معايا. يعني الحمد لله توفقنا انه قطعة الارض هنا من الاسرة، من العائلة، يعني اتبرعوا لنا ب 10 فدان، وهسي تقريبا احنا خلصنا 30% من المشروع. الحياة الصعبة، القفاص الصعبة تحت الاسود والضباع وكده، لكن لقدام عندنا حاجات كثيرة. لحد نهاية المساحة دي هنعمل فيها قفاص كثيرة للنعام، تماسيح، وأنواع كثيرة من الكدايس البرية والنمور والحاجات دي. كانت أكثر واحدة تعبانة من بداية المشي، ودي كان أكثر صورة انتشرت حق الكنداكا. وهسي سبحان الله هي معاها الأشبال بتاع اللبو الثاني المسلمين، تمشي من هنا وتمشي من هنا. دباع هم المدفعين، حيينا عندنا أربعة، اثنين كانوا من حديقة القرشي، اثنين تانيين من حديقة تانية اسمها الحديقة الدورية على المطار، وظريفين جدا. عملنا لهم انكلوجر كده مقسم على أربعة. أول أيام كده خلين كل واحد براه، لكن قدام بندخلهم مع بعض، نشوف الناس الواحدين الكومباتبل مع بعض، نخشوا مع بعض. النوع ده الأربعة ديل هم سترايبت، في نوعين من الضباع، في سترايبت وفي سبوتي، ديل كلهم سترايبت ومقاسم اصغر من سبوتيد وكده، لكن ظريفين. يعني مين ما جو هنا لونهم ذاته فتح، شكلهم يتغير، واخيرا ارتاحوا في حديقه القرشي. كانوا في حته ضيقه جدا جدا، يعني يمكن متر في مترين، يعني كان منظرهم يعني رهيب جدا، وما عندهم ولا شمس ولا يهو جزيره، بس صبه خرسانه من الظلام. بس الحمد لله جبناهم لحتة كده مريحة وواسعة، وإن شاء الله يعني يكونوا مستمتعين ومرتاحين.